منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتعمل في الجمهورية اليمنية منذ 40 عاماً، ومنذ ذلك الحين وفرت المنظمة الدعم للمزارعين، مربي الثروة الحيوانية، صيادي الأسماك، ودعمت تحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية. كل المساعدات التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة مجانية، ويمنع طلب أي خدمة من أي نوع مقابل المساعدة من أي طرف. المنظمة مكرسة جهودها لمنع حدوث أي استغلال من أي نوع، فيجب على جميع عمال وموظفي المساعدة عدم استغلال مكانتهم بأي شكل كان. فإذا حدث أن طلب عمال أو موظفي المساعدة خدمة من أي نوع أو استغل منصبه، فسيتم اتخاذ إجراءات ضده، ويجب إبلاغ منظمة الأغذية والزراعة بذلك. إذا كنت أحد متلقي المساعدات ولديك أي شكوى أو اقتراح أو ملاحظة حول أنشطة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يمكنك مشاركتها عبر إحدى وسائل الاتصال المجانية التالية: الهاتف، مكالمات مجاناً من أي شبكة على الرقم 800-19-19، واتساب على الرقم 77-60-13-30، البريد الإلكتروني yemen-feedback@fao.org. آراءكم محل تقدير، لأنها تساعد المنظمة في تطوير ومعالجة الإشكاليات بشكل أسرع. معلوماتك ستظل سرية، ولن يتم مشاركتها مع أي شخص عدا الموظفين المعنيين.